هل المرأة تستمتع بعبدها؟ الله، المرأة لا تستمتع بعبدها، المرأة من فطرتها حتى في الآخرة ألا يتناوب عليها الرجال. تناوب الرجال على المرأة إهانة لها وتحقير لها. إذا لو قيل لك الرجل له 70 من حور العين، المرأة إيش لها؟ لها شاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الجنة للواحد منهم ثوب لا يبلى وشباب لا يفنى وذكر لا ينثني. لها رجل فحل، لها ذكر، لها زوج له ذكر لا ينثني. فالرجل تتمتع برجل قومي، أما لا تتمتع بتعدد الرجال عليها. فالمرأة ليس لها أن تتمتع بعبدها، لكنها أن تتزوج عبدها. يعني إذا كانت ليست ذات بعل ذات زوج وأرادت أن تتزوج عبدها فلها أن تتزوج عبدها، ومتى تزوجته فأصبح الآن حرا، خلاص أصبح حرا وأصبح له سيادة عليها، والله تعالى. يا دكتور وخدمة تجلم فلك ونمر.